كانت بدايتنا معهم كمطاعم شواطئ الخليج في عملية الاستفادة من خبراتهم اللي موجودة في قطاع المطاعم، وجدنا لابد أن نتوسع بالعمل معهم أيضا في موضوع إدارة التشغيل بالنسبة للمطعم لضمان جودة واستمرار جودة الطعام المقدم، تسهيل عملية البروسس العمليات اليومية بحيث أنها تكون متوحدة. أيضا تكون كل مطاعمنا في الشرق أو في غرب الرياض كمثال تقدم نفس الأداء ونفس الخدمة.